الرقية الشرعية. دعونا نتفق في الأول على أن الرقية الشرعية باب من أبواب الدعوة إلى الله وربط الناس بالله تبارك وتعالى، وباب من أبواب محاربة السحرة والمشعوذين لمن صحت نيته ووضح قصده. لكن أن تصبح الرقية الشرعية بهذا الوجه الذي أصبحنا نراه في كثير من الرقاة إلا من رحم الله وقليل ما هم، بابا من أبواب كسب المال فقط بإيهام الناس بأمراض لا علاقة لهم بها وإيهامهم بأدوية لا علاقة للسنة ولا للإسلام بها، فهذا ضرب من أكل أموال الناس بالباطل. ومن دخل إلى باب الرقية الشرعية بهذا القصد فإني أبشره بفساد في أهله وزوجته وبيته وعمله وماله ودينه. إلى الفلوس راه غيوصلوك وغتشدهم، ولكن باش تكون كتضحك على الناس ودير لهم ها لا فيزيت انت بحالك بحال الاطباء اللي قراو سنوات، دير لهم انت يا 150 درهم و200 درهم واخا ما كنوافقوش الاطباء على 300 و400 درهم، فهذا ما انزل الله به من سلطان، بالعكس هما العلماء جعلوها من باب الاجاره ومن باب الجعاله، ما كاين حتى شي مشكل. ولكن ان يصل هذا الى باب الاستغلال و500 درهم حصه و1000 درهم حصه وتهموا بامراض لا علاقه له بها، تسمح لي هذا أكل أموال الناس بالباطل. وقد دعا رسول الله على هذا الصنف وقال: اللهم من ولي شيئا من أمر أمتي، شيء بسيط، فشق عليهم فشقق عليه، ومن ولي شيئا من أمر أمتي فيسر عليهم فيسر عليه. وكن على مذهب ابن عباس، لا نسأل الناس من دنياهم ولا نرد رزق الله. لكن أن تصبح هذه الرقية باب من أبواب الدجل، باب من أبواب الكذب، باب من أبواب نسبة الإسلام أشياء لا علاقة له بها، باب من أبواب الأغراض الشخصية والأمراض، فهذا لا يجوز، لا يجوز، بل يجعل هذه الرقية وامتهانها محرما على صاحبها. فلا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا.